اروح للملف الصعب الحقيقه، وهو التوترات الموجوده في المنطقه. طبعا خلينا انظر من فوق اعلى نقطه، بقول ان الشرق الاوسط لو احنا كده جبنا خريطه هتلاقي الشرق الاوسط كلها مولعه، ونتيجه هذا الاشتعال حركه الملاحه في البحر الاحمر اللي هي شريان الملاحه العالمي وقف يمكن ب50% واكتر، تاثر واحنا متاثرين كمصر بشكل مباشر. لكن خلينا نبص من فوق قوي، انه التجاره العالميه تاثرت ايام تاثر بايه؟ بعدم استقرار الاوضاع في البحر الاحمر الجنوبي. بالاضافه الى خير، ما هو الحرب الروسيه الاوكرانيه، ما انتم عارفين، والبحر الاسود واللي بيحصل هناك والحبوب وغيره، دي بؤره ثانيه. بؤره ثالثه مرشحه وهي الصين وتايوان. امبارح الصين فاجئت العالم بحصار تايوان ومناورات عسكرية وتهديد الملاحة، الملاحة اللي بتمر من مضيق بنما من هذه المنطقة أكثر من 2 تريليون وشوية. بالتالي عندي ثلاث نقاط مشتعلة في حركة التجارة والملاحة الدولية، عندي البحر الأحمر، عندي البحر الأسود، عندي مضيق تايوان، خليج تايوان. الناس المختصين والمتخصصين لما يجي يبص على الخريطه من فوق هيحصل له عمليه حاله هلع، يا نهار ابيض، ده لما يكون عندي مشكله في البحر الاحمر اهو ملحوقه بحلها يعني، ومشكله في البحر الاسود، ومشكله في خليج تايوان، وعندي كانت مشكله في قناه بنما، ايه هو الدنيا رايحه فين؟ لما يحصل عملية شلل لحركة التجارة ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ازمات غذاء وازمات جوع ومن ثم صراعات ومن ثم قتال. وهيحصل ايه كمان؟ وهيحصل ارتفاع في الاسعار، وهيحصل توقف خطوط انتاج ومصانع. الامر خطير، الامر صعب علينا ان احنا نفهم. بعيدا عن التفاصيل، مش هتكلم على لبنان ولا غزة ولا العراق ولا سوريا ولا السودان ولا ليبيا، وهتكلم اوكرانيا وروسيا والصين وتايوان، بكلم من فوق ككرة ارضية. في عندي مشاكل، عندي مشكلة كبيرة جدا في البحر الاحمر وانتوا عارفينها، وعندي مشكلة كبيرة جدا في البحر الاسود. واحد يقول لي يا عم هو انت مالك ومال البحر الاسود؟ اقول لك البحر الاسود حيث الحرب الروسية الاوكرانية اللي بيجي منها حبوب العالم، تلت حبوب العالم جاء، اكتر من تلت حبوب العالم جاء من هناك، اللي هو القمح والذرة فهو في حرب. النهارده كمان دخلنا في تايوان، فين يا ثروت الخريطة؟ اهو. ده باب المندب اهو، في مشكلة هنا طبعا الحوثيين. طبعا هنا مضيق هرمز، في مشكلة ايران والتوترات الموجودة. عندي هنا ادي مضيق ملقا اهو. ده في مشكلة كبيرة جدا. عندي البوسفور الدنيا هاديه الى حد كبير في ناحيه تركيا، ما فيش مشكله عندي. جبل طارق ما فيش مشكله عندي، وبنما اللي كان فيها مشكله بتاعه التصحر وبتاع قله الامطار وغيره. لكن انا عندي مشكله كبيره جدا في تايوان، عندي مشكله كبيره جدا في تايوان. عندي هنا ادي واحده اهي اهي، وادي هنا هرمز في مشكله، والبحر الاسود في مشكله، وهنا الصين في مشكله. المشاكل دي بتاثر على حركه التجاره. جهزوا خريطه يا ثروت للحاجات اللي بقولها، الثلاث اماكن دول اللي هو البحر الاحمر والبحر الاسود ومضيق تايوان، اللي بيهدد 20% من حركه التجاره العالميه، زي ما قالت صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه. قالت انه التهديد الجديد اللي بيواجه التجاره العالميه هو الازمه اللي بتلوح في الافق، او الازمه المحتمله في مضيق تايوان، وده المضيق اللي بيعني تعطل الحركه فيه، ان خمس التجاره العالميه يعني 20% من حركة البضائع في العالم سوف تتعرقل وتتعطل، الأمر اللي سيسبب أزمة اقتصادية وتجارية عالمية، لأنه مضيق تايوان بيمر منه تجارة أو بضائع ب 2.4 تريليون دولار. رقم ضخم جدا، رقم ضخم جدا. يبقى أنا بضيف لعلم حضراتكم، أضيف هنا لعلم حضراتكم، وحضراتكم يعني عالمين ببواطن الامور، انه ازمه البحر الاحمر القاسيه ده انا عارفها. الحوثيين بيضربوا، حركه التجاره، المراكب
خافت والتأمين وغيره بقى راحوا الرجاء الصالح. ادي قفلنا منفذ بحري او خط سير بحري. البحر الاسود الحرب الروسية الاوكرانية واستهداف المراكب، غرقوا مراكب هنا وهنا والدنيا باظت واسعار الحبوب زادت. الجديد النهارده كمان مضيق تايوان، ادي ثلاث مناطق متوترة بشكل كبير جدا. واعتقد امبارح شفنا الجيش الصيني وهو بيختتم تدريبات السيف المشترك 2024، والحقيقة هذه التدريبات يعني أصابت العالم بحالة رعب. الصين التنين الصيني بيمارس يعني استعراض قوة في مضيق تايوان وبيحاصر الجزيرة، وطبعا حضراتكم عارفين المشكلة، لكن أنا باخد النتائج بس. أدي منطقة متوترة فيها صراع فيها تهديد، حركة التجارة 20% مهددة مع البحر الأحمر مع البحر الأسود والقادم أسوأ.